الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم مع تركيب أو تغيير فنية رشاش هنتر. في البداية عايزين نعرف إن معظم استخدامنا لرشاش هنتر في الحدائق الصغيرة المقاس ده 3/4 هنتر دوار 3/4، وفي مقاس تاني ده نص بوصة. أما المساحات الكبيرة فبنستخدم بوصة وبيرمي أبعاد كبيرة توصل ل 30 متر 60 متر. أما الأبعاد اللي معانا ده بيرمي 6 والتاني بيرمي حوالي 12 متر. هنشوف مع بعض دلوقتي تغيير الفونية. الفونية اللي هي قدام دي حضراتكم اللي بيطلع منها المية، هنشوف دلوقتي تغيير الفونية في المقاس الصغير والمقاس الكبير. هنا في مسمار، المسمار ده بيجي طبعا مفتاح مخصوص لحل المسمار ده او لشغل الرشاش. اللي ما عندوش المفتاح ده ممكن بأي إلن نفس المقاس. دي الفونية بتاعت المقاس الصغير، الرشاش الصغير. هنحل من فوق المسمار ونطلع الفونية الخضرة دي ونشيلها. الفواني بيجي حوالي 7 فواني، ابتداء من نص مكتوب 50 كده لغاية 3، وهو بيرمي من 2 اقل حاجة 2.5 لغاية 6 متر. حضراتكم بعد ما بنركب الفونية بنربط عليها من فوق زي ما حضراتكم شايفين كده. المفتاح ده بيجي مخصوص مع الرشاش. بعد ما بنربط عليها كده حضراتكم نفتح المية خلاص. احنا ركبنا الصغير اللي هو بيرمي حوالي 2.5 متر. هتشوف حضراتكم دلوقتي ولد صغير كده هيقف عند نهاية المية. اهو حضراتكم الولد واقف عند نهاية المية حوالي 2.5 متر من كل اتجاه. ده لو عندي مساحة صغيرة. طب لو انا عندي مساحة اكبر شوية هنركب الفونية اللي هي مكتوب عليها 3. نفس الحكاية، نحل من المسمار ده ونربط من المسمار ده. اشوف حضراتكم هنا اللي هي رقم 3 هترمي بعيد شوية. بصوا حضراتكم شفتوا الولد واقف فين؟ الاول كان قريب حوالي 2.5 متر، دلوقتي حوالي 6 متر. ولو الضغط زيادة كمان شوية بترمي اكتر. دي مية بلدية يعني من غير مطور ومن غير اي حاجة، ضغط مية عادية. كنا حضراتكم عملنا فيديو لتركيب رشاش هنتر وضبط رشاش هنتر، هتلاقي الفيديوهات دي موجودة على القناة اللي يحب يرجع لها. هنروح للمقاس الكبير شوية وهنلاقي معاه 12 فونية ابتداء من 1 لغاية 12. 1 دي بترمي حوالي 4.5 متر اللي هي ابتداء من 1، بس المية بتكون رفيعة. شوف حضراتكم الفونية من 1 لغاية 12 حسب المقاس اللي انت عايزه وحسب المساحة اللي انت عايزها. احنا في المعتاد بنركب 8 اللي هي رقم 8. هنشوف دلوقتي اصغر واحدة هنركبها واكبر واحدة هنركبها وبعدين هنشوف رقم 8. هنبتدي بواحد هنركبها وهنشوف هترمي قد ايه. شوف حضراتكم هي بتركب بميل شوية، يعني تلاقي المكان بتاعها ميل شوية وفي كده يعني زي فتحة كده نص دايرة، دي اللي بينزل فيها المسمار. اشوف حضراتكم هتتزق وبعدين المسمار اللي فوق نفس الحكاية، هنربط عليه
علشان ينزل وما يخليش الفونيا تطلع، لان مع ضغط المية لو الفونيا مش مربوطة تلاقيها تتنطر. اهو حضراتكم هتتربط، وبعدين نشغل المية وتشوف رقم واحد ده هيرمي فين. هبص حضراتكم يعني حوالي 4 متر ونص 5 متر بالكتير، بس المية بتاعتها رفيعة قوي فصعبة في الري. شوف حضراتكم المية رفيعة جدا، زي ما بيقولوا كده مش هتقضي مصلحة. هنركب اللي هي رقم 12 وتشوف حضراتكم هترمي قد ايه. هنا دي رقم 12 اللي هي اخر واحدة، يبقى جربنا اول واحدة وهنجرب اخر واحدة قدام حضراتكم. نفس الفكرة، ان احنا بنحل المسمار وبعدين نحط الفونية وبعدين نربط المسمار، يعني سهلة جدا. دي رقم 12 اهي، هنلاقي الفونية دي واسعة شوية، ومشكلة الفونية دي ان هي عايزة ضغط قوي، مية كتير. هنشوفها برضو حضراتكم، هي نفس الفكرة نفس التركيبة. ناخد بالنا ان احنا نربط كويس بس ما ننزلش المسمار قوي، لان لو نزل قوي هيجي عند المية فهيأثر على يعني اتجاه المية او بعد وقرب المية. ناخد بالنا من الحكاية دي. شوف حضراتكم الفكرة، ان المسمار بينزل يمسك الفونية. بعد ما هتتركب هنشوف اهو المسمار، لو خدتوا بالكم ان هو بينزل وبيطلع. اهو حضراتكم بعد ما تركبت بصوا الضغط، ميه كتير، يعني ميه مش بعيدة بس يعني تحس ان هي عريضة شوية، بس ما بترميش بعيد، يعني هي 12 المفروض ترمي ابعد، بس عشان الضغط يعني مش قوي فتحس ان هي اقل، يعني ترمي مثلا حوالي 5 6 متر. هناخد هنا رقم 8، وده اللي احنا دايما بنشتغل بيه. هنلاقي الفونية يعني ضيقة شوية اهي، هنحل نفس الحكاية وبعدين نربط، وبعدين نجيب لكم بقى بعد ما اتربطت والمية شغالة عشان وقت حضراتكم. اهي كده حضراتكم بعد ما تركبت الفونية رقم 8 بترمي حوالي 10 11 متر بضغط المية بتاعت زي ما بيقولوا كده مية الحكومة، المية بتاعت البلدية، مية عادية خالص. وبكده انتهى الفيديو. ان كان عجب حضراتكم ان شاء الله نعمل اشتراك لو مش مشتركين، ونشير الفيديو ونعمل اعجاب، وان شاء الله تستنونا في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.